الكلام على الحجامه، هو الحجامه هي عباره عن واحد العلاج طبيعي كيتعالج به الناس بشكل باخر لامراض كثيره ومتعدده. هذا العلاج هذا عنده تاريخ كبير جدا، وكانوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا كيمارسوه، والحمد لله في العصر الحديث من اكثر العلاجات الان بدات كتنتشر في العالم بحكم الطب التكميلي او الطب البديل او ما هو الطب الطبيعي بشكل او باخر، بدا كياخذ المكانه ديالو في العالم، والناس بداو كيرجعوا لهذه العلاجات هذه الطبيعيه والبديله. الحجامه ما كتكلفش وقت كبير جدا ابدا، تقريبا 10 دقائق الى 13 دقيقه بالضبط فقط. ملي كيجي عندنا الانسان او المريض، اول حاجه ضروري كيكون شخص المرض ديالو عند الطبيب واختص. ملي كنشخص المرض ديالو هذا اللي كنمارسو الحجامه. الحجامه عندنا 145 نقطه في الجسم، كل نقطه محدده ملي كنديرو في الحجامه كنقصدو داك العضو المحدد. مثلا هناك مناطق في الظهر عندها علاقه بتنشيط الدوره الدمويه في القلب والرئتين بشكل او باخر، وهي منطقه الكاهل. كنمشيو لهاد الاماكن هذا بعد ما كنستشروا المريض، كنعرفوا ما عندوش مثلا غير مصاب بمرض السكر، او اذا كان مصاب بمرض السكر كنديروا معاه نوع من الاحتياطات. كناخذوا له الضغط ديال الدم ديالو، كنشوفوا حتى هو، ثم بعد ذلك كيبدا الجلسه ديال العلاج ديال الحجامه، وهي عباره عن حصص. كنختاروا النقط المحدده التي نديروا فيها الحجامه. بعد التعقيم ووضع الكاسات، العمليه كلها كتستغرق 10 دقائق بدون ان يحس اي مريض بالالم، بالعكس سوف يحس بالنشاط الحيوي من اول يوم ومن اول حصه. الحجامه كما قلت لكم عندها تاريخ، لقوها المستكشفون بانها منقوشه على جدران فراعنة، وكذلك ذكرت في كتب كثيرة تاريخية، ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصى التداوي بالحجامة. كما قلت الآباء ديالنا والأجداد كانوا بشكل بآخر كيداووا بالحجامة، ولكن كانت بواحد الطريقة بين قوسين نقدر نقولوا بدائية. الحمد لله في العصر الحديث لا بدأوا بواحد الأجهزة معقمة وكتكون استعمال مرة واحد أو جدار باستعمال شخص واحد، كل شيء بمنظور طبي وفيها فوائد صحية كثيرة. من الفوائد الصحية للحجامة هي عبارة عن تنشيط الدورة الدموية بشكل أو بآخر، عبارة عن تنشيط مسارات الطاقة اللي كتكون في الجسم بشكل أو بآخر، هي عبارة عن علاج لبعض الآلام المتعددة. هذه الآلام اللي كتكون ألم الظهر المزمن، والحمد لله اعطت الفاعليه واحد الشيء كبير في هذا الالم هذا، الام الشقيقه او الام الراس بشكل او باخر. الالام اللي كتكون في التنمل اليدين، او الالام اللي كتكون في الكتف، او بعض الالام ديال امراض او اوجاع الركبه، عندها فاعليه قويه جدا على بعض الامراض المنتشره في المغرب، واللي عندها واحد الاسماء مثلا دارجه هي ما يسمى بوزنو او السيتيك باللغه الفرنسيه، او ما يسمى بالانزلاق الغضروفي، من احسن العلاجات لهذا الموضوع هذا، وفاعليه قويه جدا عند حصه او حصتين كيكون الالم كيمشي بواحد الشكل كبير جدا. الابر الصيني الحمد لله من احسن العلاجات كذلك، وهي الان منتشره في العالم بواحد الشكل كبير جدا بحكم كذلك الفاعليه ديالها، بحكم كتعالج الالم بواحد الشكل كبير واساسي، نشيط مسارات الطاقة في جسم الإنسان. كانت الإبر الصينية في بداية القرن تسمى الشعوذة الطبية، ولكن الحمد لله بدأت كتغزي العالم، وكبرت الجامعات العالمية بحكم الدفاع الصينيين عليها، بدأوا كيدرسوها وكيمارسوها كذلك. الحجامة ولات واحد العلاج كما قلنا هو طبيعي منتشر بواحد الشكل كبير الحمد لله، في بعض الدول كيمارسوه جدا كثير، وخاصة في دول شرق آسيا، عندنا اليابان، عندنا الصين، عندنا بعض الدول اللي كتمارسو بشكل كبير جدا، مازال الآن كينتشر بشكل أو بآخر في أوروبا، وكان في ألمانيا من 1960 كان من العلاجات التي تمارس في العالم. هناك مشاهير كذلك تمارس هذا العلاج هذا. يبدو أن هوس نجوم هوليوود بكل ما هو غريب وجديد خاصة في مجال الطب البديل أصبح ظاهرة مثيرة. في الأيام الأخيرة عادت الحجامة مرة أخرى إلى الواجهة،
فقد ظهرت صور للنجمة الأمريكية جينيفر أنستون وعلى ظهرها علامات تدل على خضوعها للحجامة. أنستون ليست الأولى، فقد سبقتها نجمات مثل المغنية الأمريكية جيسيكا سيمبسون والممثلة الأمريكية جوينيث بالترو والنجمة البريطانية فيكتوريا بيكهام. والحجامة علاج شعبي قديم يعتقد أنه يعمل على تخفيف التوتر وتحسين الدورة الدموية. الحجامة نوعان، الأولى تسمى بالحجامة الرطبة لتسريب بعض الدم، والأخرى تسمى بالحجامة الجافة. عندما توضع الكأس على سطح الجلد، عملية الشفط تمدد الأوعية الدموية فيسهل تدفق الدم. وعادة ما يتم عمل الحجامة في منطقة الظهر، ولكن يمكن عملها في البطن والوجه كذلك. ومن أبرز فوائد الحجامة قدرتها على تنشيط الدورة الدموية والتخفيف من آلام الظهر وتنظيم ضغط الدم وعلاج الشد العضلي وأمراض المعدة والقرحة ودوال الساقين والعقم والصداع النصفي. الحجامة لا تستهدف تخفيف الألم الجسدي فقط، فبعض الخبراء يقولون إنها تزيد الخصوبة وتحسن الصحة النفسية. علاجات كثيرة في المحبة بين مارس الحجامة أو الإبر الصينية أو التدليك الطبي. النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الحجامة، فلماذا لا نمارسها؟ لو كان هناك طبيب عنده جائزة نوبل للطب وقالنا بأن الحجامة حاجة عظيمة لو كنا كنمارسوها أو كنا كنبحثوا عليها. الحمد لله كاينين تقنيات حديثة وكاين كتب في السوق، ممكن الإنسان يبحث ويسأل ويقرأ ويستفد كثير جدا. أنا كنطلب من الناس يدخلوا لمجال الإنترنت ويديروا واحد البحث كبير وعميق على الحجامة، وأكيد إن شاء الله سوف يقتنعون بها بحكم بأنها واحد علاج عظيم جدا وبسيط وغير معقد وفعال إذا تمارس بالطريقة العلمية. مرحبا بكم في مركزنا.